مشاهدينا، اللقاء الأخير لليوم ببرنامج يوم جديد مع خبيرة الاتيكات مارلين سلهب لنحكي أكثر عن مواضيع بتهمكم مثل العادة. بدي أقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور مارلين. كثير ناطرنا يعني بس بدي أذكر مثل دائما المشاهدين أنه كافة حلقاتك والحلقات السابقة اللي هي كثير تناولنا فيها مواضيع شاملة وكاملة وبتغطي عن جد كل الأشياء اللي معقول الأشخاص يكونوا عايزين نصايح فيها. نحن بنفكر الاتيكيت أنه نحن هيك ما بنعوزه بحياتنا وأنه شيء صار ديمودي وقديم، بينما عن جد إذا بنشوف قديش هيك تفاصيل صغيرة إن كان قديش بتخلينا نتقدم بشغلنا، قديش بتخلينا نكون عن جد عم نعطي امباكت بالمجتمع لما نفوت على مطرح، قديش نحن بنكون مرتاحين مع حالنا وبالتالي كل شيء بحياتنا بيتحسن. ما عم نحكي اشياء هيك من برات هالدنيا، يعني اشياء عن جد منعوزه، كله موجود على اليوتيوب شانل تبعيتك. خبرينا اكثر شو منلاقي. اولا صباح الخير، صباح الخير لك وللمشاهدين. ثانيا بدي اقول قلتي شيء حبيته. اوقات كثير بكون عم بتناول موضوع معين بيقولوا لي هيدا اتيكيت، ما بعرف ليه مفهومه انه هي بس ضمن نطاق مظهرك، ضمن هي مظهر كثير حلو ما عندي شك، ضمن نطاق الطوله. لا، الاتيكيت هي حسن تصرف، بالتصرف بتكوني عم تتصرفي وين ما كان، وصدقيني ما في قد الاتيكيت بتخليكي ينفتح لك مثل ما حضرتك قلتي كثير بواب. يعني انا باخذ انا بيرسونيلمون ولا مره قدرت قول غير كتر خير الله انه ماما عطيتني هالتهذيب. بعدين انا رجعت درست اتيكيت، بس على باز كانت موجوده بالبيت. هلا دخلت اليوتيوب شانل لانه كان بدي اول شيء جرب عده اشياء، يعني كنت بين الراديو، بين عم بعلم بالمدارس، بين التلفزيون، بين ما بحب انا خوض شيء مني شوي يعني في يقول متاكده منه بقى. واجت الكورونا وقعدتنا بالبيت، قدرت انا طور هالشيء لانه انا بعرف انه اليوتيوب مرجع يعني بترجعي له، الراديو بتتسمعي وخلص، التلفزيون بتشوفي وبتتسمعي وبتروح، بس اليوتيوب مرجع. يعني انا بعرف حالي انا مشتركه مع بعض الاشخاص اوقات، وخصوصا الطبخ، انا كثير بحب الطبخ. بقى برجع للمرجع اللي انا عملت له سبسكرايب، في اشياء بنسيها لو بعملها عده مرات. دونك اليوتيوب مرجع. يعني انا قلت خصوصا انه انا درست الاتيكيت ودرست موضه، يعني انا كثير بحب البنت، بحب السيده، بحب الاناقه، بحب هذا، ما بيعني انه الرجال منه انيق بالعكس، بس انه بحب الاناقه. قلت بين درس وخبره لاني اشتغلت مثل ما حضرتك بتعرفي مع اهم ماركات عالميه بلبنان، سو قلت هالخبره كلها عندي اشياء اولى بترجمها على البيج تبعي على اليوتيوب. برضو انا بشكرك. مارلين، اللي بفوت على اليوتيوب شانل تبعيتك بيعمل سبسكرايب بشوف قدي غنية مثل ما قلتي، وبدي ذكر كافة المشاهدين اليوم يكونوا عم بيعملوا سبسكرايب وفولو ولايكس على كل الفيديوز. وبتعرفي كنت عم تحكي انه قدي مهم، وهيدا عن جد ارشيف واحد بيرجع له، خصوصا انه كمان فينا نحكيك. يعني انا بشوفك قديش نشيطه وقديش عن جد ما بتهملي ولا كومنت من الاسئله والنصايح للاشخاص اللي بيكونوا عن جد بحاجه هيك لنصيحه صغيره من حضرتك كاختصاصيه وخبيره، وقديش دغري بتكوني عم تعطيهم. حتى مرات بيكون الجواب بفيديو موجود اصلا يعني وحلقات سابقه، وبنوعدهم انه دائما رح نكون كمان يعني نشيطين على هيدا الشانل لانه مارلين لا تكل ولا تمل لا يعني مينيموم لما بدك تطلبي من الاشخاص انه يتابعوك انت تتابعيهم، يعني هيدا المينيموم بقى. مشان هيك لا اكيد بجاوب كل الاشخاص، فيهم عم يبعثوا لي صور لإلهم ليشوفوا مثلا كيف بحبوا يلبسوا. هلا في ناس عم تاخذ وحدات هي موديولز بالبيت، في ناس بتهتم كثير مثلا بالطاوله، في ناس لا بالبزنس اتيكيت، لانه هلا
اكثر شيء بينفتح لك بواب لما بتعرفي تتصرفي. انا دائما بقول وقلنا معك سوا انه ما حدا بيمشي حاطط شهاداته على كتافه، كلنا بنمشي بتصرفاتنا. يعني انا لما بلتقى فيكي ما بعرف حضرتك شو متعلمه، بشوف كيف بتقعدي، كيف بتقفي، كيف بتحكي، ابتسامتي، كيف بتحكي مع العالم، بعدين بيرجعوا هيدوليك بيجوا. سو مشان هيك البزنس اتيكيت عم نعطيها كثير اونلاين، عم نفوت على كل بيت لانه كثير بتفتح بواب للاشخاص. صح. وللشباب، ليه بده ينقي هيدا الشاب مش الشاب الثاني لانه عم بيعرف يتصرف مع جسمه؟ يعني في امور كثيره، بس برضو انا مثل ما برجع بقول مثل ما عم بطلب الناس تشترك معي انا كمان بجاوب كل الاشخاص اللي بيحكوني. مارلان بدي اذكر كافه المشاهدين اكيد عناوينك عم تمرق على الشاشه، اعملوا سبسكرايب واكيد رح ارجع اذكركم كمان بخير ختام الحلقه. رح نبلش نشوف سوا صور السوشيال ميديا. مارلان هذا موضوعنا اللي هو كثير اساسي لليوم. سيف ذو حدين، يعني عم نشوف كثير من علامات التنمر وال الأذى النفسي يلي عم بيصير على كتير من الأشخاص من وراء السوشيال ميديا. نحن بنعرف قديش محسنا كتير، وأكيد ما فينا إلا ما نواكب كل شيء جديد عم بيصير، وأكبر دليل أنه أنت كمان يعني دخلت غمار هيدا الدومين. ولكن ضروري نكون عم ننتبه نحن كأهل لأنه أولادنا عم بيتعرضوا للسوشيال ميديا بعمر كتير صغير للأسف، حبينا أو ما حبينا تنكون واضحين. يعني شوفي هيدا بترجع كمان بدي أقول هيدا خيار كمان للأهل. يعني في أهل يمكن مجبورين، من مش عم بلوم حدا، إنه الإنسان أوقات بينجبر بالبيئة تبعه أم يكون ولده ترند ماشي مع كل أصحابه. عم ببلشوا من عمر 5 سنين وست سنين وفيهم سنتين عم بيعطون الايباد. انا ما الي احكم على الاهل لانه ما حدا بيعرف ظروف الجو اللي هو موجود فيه، بس كل اللي انا بقوله هون رح نحكي بيرما اتيكات. يعني انا ما رح ادخل ابدا بالاشياء النفسيه، بس انا رح اقول نحن كاهل كيف مفروض نتصرف، وإذا أمكن هيك ممكن نبعد أولادنا. هلأ صاير آخر شيء من جمعتين كارثة بمصر، بنت هي قتلت حالها وصارت رأي عام. هلأ كل الشعب المصري عم بيطالب بحقها لهالبنت اللي ابتزوها، حطوا لها صور مش لإلها أون بلوس، حطوا هن صور مركبة مركبة. البنت خافت من أهلها، اخذت سم وماتت. سو ما فينا نقطع عن هيدا الموضوع، ما نقطع مش مسموح مرور الكرام. يعني مش مسموح. خليني بلش تما نتاخر على المشاهدين. في شيء اسمه فاميلي لينك، وحضرتك اللي بتعرفي تفسريه اكثر مني قد ما منتبهها على اولادك. هيدا تطبيق كثير مهم، في منه وفي مثل وغيره. يعني في كيدز لوكس كتار، بليز اسألوا وبحبشوا، بليز نبشوا نزلوه على التليفونات وديفايسز الخاصة بأولادكم. رح أتركك تفسري أكثر. هو بس أنا ليه نقيت هيدا؟ لأنه هيدا اللي أخذ أكثر شيء بيقولوا بالريتنج أعلى شيء. ليه؟ هيدا التطبيق أولا مجاني، بيساعد الأهل كتير. لا، أول شغلة يتحكموا وين موجودين أولادهم. اوكي، هو متى نزل اللينك عندهم على السيلولار بيصيروا يعرفوا هالولد وين هو موجود. هيدي اول شيء، بس الاهم انه هالولد فايت على اي تطبيق، يعني اي ابلكيشن، هو من العاب، من ابلكيشن يمكن يفوت. تعرفي الولد عنده حشريه، يمكن يشوف اشياء دمويه يحب يفوت عليها، يمكن يشوف اشياء جنسيه وهيدا الشيء مش لعمره. حرام نترك الولد. اوكي حابين نحن يفوت بالسوشيال ميديا، بدنا نحن ننتبه عليه. طبعا. دونك اول شغله بهيدا التطبيق انا بعرف على اي هو تطبيق فايت هالولد، على اي ويب سايت، اذا حضر شيء على يوتيوب وغيره، والالعاب. وهون بدي اقول شغله، اوقات كثير بالالعاب حضرتك بتعرفي بحطوا دعايه، وهيدي الدعايه ممكن تفوت الولد بمتاهه، بيكبس هو عليها لانه انبسط بالصوره. ممكن تكون صوره داينوزورز بحبوا الاولاد، ممكن مش مهم.
دغري بيعطيك علم وخبر على السيلولر تبعك انه عم بفوت على تطبيق منه مش لعمره. وهيدا اللي بخلي الاهل هن يقولوا ايه ام لا. بكل الاحوال الاهل كمان بدي اذكر عملوا ريسيرش في كمان فيهم حتى يمنعوا دخول اولادهم على فوالا. هيدا اللي بدي اقوله يعني هيدا هيدي كثير مهمه. بيمنعوا الاولاد يفوتوا على التطبيق دغري من عندهم من شغلهم، يعني ما حيتركوا شغلهم. وكمان في شغله مهمه انه بحددوا الوقت للولد، انه انا اوكي عم بيشتغل زوجي عم بيشتغل بس معه ساعتين لتساي عم بيلعب على الايباد، بعد الساعتين اذا ما طفي هو الايباد انا بطفي. بس هون رجاءا هون بدنا نقنع الولد. يعني نحن ما بدنا نعمل يعني بوليس على الولد. خلي نخلق ثقه، لانه رح تشوفي بهالتطبيقات بعدين وين رح توديني. رح توديني على ثقه بيني وبين ولدي، رح نقدر ناخذ ونعطي سوا. ضروري نقعده ونخبره ونقول له انه نحن عم نعمل هالشيء فور يور اون جود. يعني فوالا تيكون لو قد ما انه صغير بيفهم، على فكره الاولاد بيفهموا نحن اللي ما بنفهم اكيد دفنتلي. بس تنكون واضحين بعدين يعني. في شغله مهمه نكذب على الولد بس نفسر له حسب عمره. أكيد. المشكله انه اوقات كثير بنخوفه لانه عم نخبره اياها حقيقه مثل ما هي. نحن ما بدنا نكذب عليه، بس نحن في اشياء مش مفروض يخاف منها. بنقدر نخبره اياها على المستوى الفكري تبعه ومستوى العمر تبعه. ثالث نقطه قال لي اوريدي انا اصلا بلشت فيها، لانه كثير ناس بتحب تعرف وين اولادها موجودين. بالعكس رابع نقطه قال لي هي في اخلق انا جروب، يعني بجوز انا شغلي ما بيسمح لي اني جاوب على طول ولا انتبه على الموبايل تبعي، ام زوجي كمان بجوز في سته مهتمه فيه، في خالته، في دونك انا في اخلق جروب. قال لي الناس اللي مهتمه بولدي كمان انه اذا انا ما انتبهت على السيلولار لما هو بيتاخر بالنوم، ام هو استعمل السيلولار اكثر وقت، ام فات على ابلكيشن منا لعمره، هون دغري هن كمان بيكونوا موجودين معي على الجروب. وهيدي كثير يعني بتحسس امان للولد انه في حدا مهتم فيه. اكيد. في عنا ثاني نقطه وهيدي كمان في ساعة قال لي كمان كنا عم نحكي تحت الهواء. هلأ يمكن مش مقدور كتير أشخاص، بس اللي حبيت فيها إنه الاشتراك فيها منه كتير غالي أبدا. الاشتراك داتا سيم كارد يعني مش مطرحة يعني مرة بالسنة بينشرها. مزبوط مزبوط. ما بقول أسعار بس عم نقول إنه أفوردبل بمتناول الجميع. فولا فولا هيدي كمان بتتابعوا خطوة خطوة وين هو موجود. بس رجاء أنا صارت مع ست صاحبتي شخصي قدي الولد بيقولوا عمره 6 سنين، قال لها مام هيدي ساعة مثل شو بيقولوا باردون اللي بحطوها للمحابيس. ايه ما هلا بتعرفي انقهرت هيك. تو انا قيدتها بلا انتباه لانه قلت دائما بغلط فيها. هي اصلا البغسليل بحطوها للمحابيس. بس هي لما قنعت اصحابه لانه هن جروب، انت بتعرفي انه اوقات الاولاد بيلعبوا مع بعضهم بيبقوا من عمر بعضهم بيصيروا يعرفوا الاهل بعضهم بقى. جابوا للجروب كله هالساعه، قال لي هي اولا نعرف وين موجود، حتى لما بيروح مع المدرسه ما بياخذون اوقات اكسكورسيون، هلا بوقت الكورونا ما عم بتصير كثير بس فيهم كانوا عم بياخذون. بقى بعرف انا اي ساعه ولدي طلع باردون من المنطقه اللي هو موجود فيها. تاني شغله بقدر انا احط له الارقام اللي هو في يتصل فيها. ثلاث ارقام بيطلع له كانت، هلا بفتكر صارت اكثر. والارقام بس هيدول فيهم يتصلوا فيه ونحن بس فينا نتصل بهيدول الارقام. ما بتتلقى ساعه ارقام غريبه. انا هيدا بدي اقولها لانه في كثير اهل بخافوا انه اولادهم يردوا على اشخاص غريبين. هيدا انتم بتدخلوا ابطوا عدد ارقام معين، ان كانت تيتا الجد البي الام الخاله العم. بس هول الاشخاص اللي بيتلقى الطفل كمان حبيت كمان. ايه
حبيت شغله انه فيها زر ابارامون ما بتنطفى بسرعه. لما اذا جرب حدا يشلوا اياها من ايده بتعطي علم وخبر للاهل. اذا في اس او اس كمان زر بينكبس بيعطي اشعار للاهل انه في حدا عم بجرب يطفيها. مشان هيك برجع بقول فسروا له للولد لما يحس على حاله مثل محبوس، بالعكس كرمال انت تكون مام مطمن انا موجوده حدك وين ما كنت، بس اعطيه مجال يروح محل ما بده يلعب مع اصحابه، مش انزل فيه كل شوي تليفونات لما يصير مستحق قدام اصحابه كيف بده يجاوب. دونك هون بس أنا حبيت أحكي عن هيدول الأشياء اللي ممكن تحسس الأولاد بالأمان قبل ما يحسسوا الأهل. منروح للمراهقة كمان ضمن نطاق الحسن التصرف تبعنا. تفضل. حكينا وقلنا إنه من دون ثقة ما في مجال نحن نتعامل مع أولادنا. سو أول شغلة عم بتصير مع الصبايا، عم بقول صبايا بتصير كمان مع الصبيان، بس ثاقبت انه انا الصور اللي جبتها اليوم كانت للصبايا. اول شغله بدي اقولها انه الصبيه بتاخذ السيلولار بتبقى مبسوطه عم تتصور هي واصحابها، ويدخل عليها مطلق اي شخص الا شو حلوه رح تنبسط. هيك بتبلش هي، بتبلش الخبريه انه مبسوطين عم ناخذ صور، ما في شيء مأذي. هون ممكن يدخل شخص عليها. أنا إذا مني خلقة ثقة بيني وبين ولدي ومش قادرة أحكي معه، طب كيف بده يخبرني إذا حدا فات على طلب المشاركة؟ تحرش ولا بو. هلا شو بيصير؟ هو بيصير إنه ما في حدود. يعني كيف قصدي؟ قصدي الولد مين ما بيطلب منه إنه يدخل شير، يعني أم بلوتور اد فريند، اد فريندز هيدي اللي بدي اقولها، بيقبل لانه تيصير عنده كثير فولورز. بس ما بيعرف انه هل عدم حط الحدود بينه وبين الاشخاص ممكن يفوت عليه اشخاص مريضين مأذيين. يعني ما بعرف كيف بدي اقول، شو ممكن اقول؟ هن بحد ذاتهم الأولاد ما عندهم هالنية، مشان هيك بينجروا. وعدم الثقة وعدم الحكي الحوار بيننا وبين أولادنا عم بيوصل الولد لا يغلط. سو منبلش أول شيء أنه نحن مبسوطين، بيجي من بعدها صورة بينطلب منا أكثر من هيك. وهون رح نشوف الصور وراء بعض إذا أمكن. خلينا نشوف مش صور سريعا لضيق الوقت. كمان هون اكيد هون بصير ينجر المراهق، يعني خصوصي بهالسن الحساس جدا. اكزاكتومون يعني واذا بتلاحظي الاهل بفكروه نايم. يعني تحت الحاف بيكون لانه صار مثل مدمن لهالامور، هو مبسوط فيها بس منه واعي كفو من الاشياء اللي رح تحصل معه. من بعد ما بيصفي ليل مع نهار قاعد على السوشيال ميديا ممكن ينطلب منهم أول شيء ببلشوا بأشياء خفيفة. معليه إذا نتفي شفت ظهرك، معليه إذا تصورتي لابسة بغسيار بس صغيرة. يعني هالأمور عم بتجر الأولاد لمحلات كتير بشعة، وهيدول العالم عم بيجربوا يبتزون. أولا ببلشوا تشوفك، إمتى بشوفك، ممكن يطلبوا مصاري، بعد أرحم إذا بيطلبوا مصاري من إنه يشوفوا هالولد. يعني في أمور لازم بقى الأهل يهتموا فيها. خليني أقول أول نقطة نخلق ثقة، ما بدنا بقى نكذب على الولد، لازم يعرف مش بس إنه نحن منخاف عليه، نحن منخاف عليه ومرتاحين لأنه نحن منخاف عليه. هون اسمحي لي أقول شغلة دايما نحن منحكي فيها، أنا دايماً بقول اللياقة بالحياة بتبلش هون. نحن لياقتنا بتكون بأكيد اللي بيعرف يشكر الناس قمة اللياقة، اللي بيعرف يتبسم للأشخاص قمة لياقة، بس اللي بيعرف ما يحكم على العالم هون بيأثر على أولاده. يعني أنا صبي ولد بالكشافة قال لي إياها، قال لي مام إذا سمعت حدا أم حدا غلط بيقعدوا يحكوا عنه 10 ساعات، كيف انا بدي خبرها؟ شوفي الولد شو بيبقى واعي عن جد. ذكي
شو انه هي وعم تحكم كانت عم مثلي، ما فارقه معه هو، ما مفروض هو يعني براسه انه الغلط مسموح. يمكن عارف هالولد، مثل كانه اجت الام تقول له لا الغلط مش مسموح، يا هي عملت. يعني نحن مش مفروض نحكم على الاشخاص، مش بس ما نقول، نحن لازم نبلش نقول انه كلنا بنغلط، كلنا ما حدا منا ما بيعرش بالحياه. اكيد اذا بدنا نغلط ننتبه انه ما نعرض اولادنا بهالعمر، لانه بنكون عم نعلمهم يكونوا هيك. بعدين يعني اذا غلطنا ما عليه، اذا جينا قلنا له. يعني انا في ست قالت لي مدام معك حق، سنه الماضيه قلتي انه، قال انا قلت انه بدك قل له اسكت هلا مش وقتك، هيدا الحديث مش لإلك، بدي يكون قلتها بشي حلقه. قالت لي مزبوط انا قلت هيك، بس شو انا هلا بدي اروح قل له؟ قلت لها اكيد لحقتي وحضرتك انتبهتي انه هالشيء، بالعكس هو رح يقدر زياده، رح تقربوا لبعضكم، رح تقدروا تحكوا مع بعضكم. هون بتبلش البنت ام الصبي بهالعمر لما ببلشوا يبتزون، بتبلش بالهم، بتبلش ويا ما عم تحصل بعدين كوارث من وراء هالشيء. دونك خلينا نقول بس ثلاث نقاط مش اكثر، ندخل نخلي يكون في حوار بيننا وبين الولد، وإذا ما في حوار وفي أولاد عم بيتسمعوا علي، مطلق أي شخص بيوثقوا فيه خبره، مطلق أي شخص ما يعتلوا هام، ويأكد لهم هاي الشخص إنه الأهل ما بيعرفوا البدنية. مهم ما تحصل كارثة اللي عم تحصل عنا وبالعالم أجمع، ما عم نحكي بس بوطننا العربي، نحن بعد أخف من غير بلدان صدقوني. بقى تاني نقطة، تاني نقطة قلنا يعرف يحط حدود، ما ناخد مطلق أي إنسان حطلنا بده friend request، ما ناخده إذا ما بنعرف أصحابنا، ما بنعرف من وين هو جاي. رابع نقطة لازم نعرف نعمل بلوك، كل واحد بيزعجني أعمل بلوك، نعلم اولادنا ما تعتل هم، اعمل له بلوك مين ما كان يكون. لازم يقتنعوا انه هيدول ناس مريضين، هيدول ناس هن فيهم خلل مش انت، لانه اوقات هو بيصير يقول لك ليش عويناك تكسماك وليش ما بعرف شو، هيدا مريض، هو مريض. لما بياخذ بصير يعرف الولد قيمه ذاته، ان كان صبي ام بنوت، خصوصا البنات، لانه دائما القيمه اذا بتلاحظي عند البنت بتبقى ندفه، ما بتعرف قيمه ذاتها يعني. واهم شيء اللي بدي اقول انه نحن بنجيب الاشخاص اللي بدنا اياهم على صفحتنا. ليه؟ بمجرد هون عم بحكي صرنا بالادوليسانس العاليه، يعني 16 و17 و18، انا ما في اطلب من الشباب ليش عم تلحقني وليكي كيفني وشو مش مرتبين وليك كيف بيحكي، وقت اللي انا صوري مستحيه انا فيها اذا ماما شفتها ام اذا تيتا شفتها. دونك انا ما حط صور انا ما بقدر حتى قدام ماما، قدام بابا، قدام اصحابي، مش باردون اصحابي، قدام الناس اللي فوالا. هيدول بس ثلاث اربع نقط مش اكثر. انا بجيب الناس اللي بيشبهوني، انا ما بعني انه لازم نكون كلنا ما بعرف انا انه لابسين كغولي، بس لا انه موجوده على البحر يمكن حط صوره مايو مش هيك، بس الباج بتبقى كلها بتحسي فيها غلط. اكيد. وانت أدرى لانه فريمون بعرف قد ايه بتعانوا مع اولاد صغار، شيء صعب كثير بهذا الوقت. يعني عن جد هيك خليني اقول شغله باخر الحلقه معك اليوم مارلين، انا بالاسبوع الماضي كل الصفوف اللي اعطيتها لتلاميذي كانت اونلاين نظرا لاقفال الديبارتمنت يعني من جراء كورونا، وما بعرف ليش مع انه انا بعلمهم مسرح، بس هيك كنت باخر كل صف كنت عم بقول لهم بدي تعطوني وعد انه رح تتركوا البادز والتليفونات، وبليز الجمعه الجاي مع اني انا بعلمهم المسرح بدي اشوف بريكولاج كرافتس انتم عاملينها، كتب قريتوها، بليز لعبوا على البيسيكلات، اعملوا سبور، قروا كتب، لونوا، ارسموا. وهن كلهم هيك انه اوكي يويو انه عرفتي اعطوني وعد، بس ما فهموا ليه انا هيك عم بقول لهم. عن جد عم نوصل لمطرح اولادنا عم بصيروا باسيف، قاعدين ما عم بيعملوا شيء غير انه ريسبت، يعني قاعدين عن جد ما عم بيعملوا شيء، يعني عم بصير في بدانه اكثر، امراض صحيه
امراض اكثر نفسيه وجسديه، ما عم لاقي الكلمه كمان جسديه، من اشياء عن جد فينا نتجنبها نحن كاهل. بليز ما تهملوا اولادكم، نحن من زمان كانوا اهلنا يشتغلوا وما كنا، ما كان في بادز و ايباد وتابز، كنا ندبر حالنا يعني. اليوم شيلوهم من قدامهم وبدبروا حالهم، ما تخافوا عليهم. يعني في 100 طريقه او 100 طريقه اموال حدد له 100% بليز نزلوا هول الابلكيشنز. بس لما بحدد له مش يوم بعطيه زياده يوم، ايه على فكره بهاي الاب فينا نزيد نعطي اكسترا تايم، ما توقعوا بهيدا الفخ يعني. خلص حددوا اكزاكتلي. ومشان هيك انا اذا لاحظتي حكيت عن الجروب، اوقات الام يمكن ما بتكون افيلبل، بتكون يمكن عم تعلم صف او يمكن حكيمه، يمكن مش قادره تفوت عند البي، في تيتا في خالته في ناس بنوثق فيها. معليه معليه الولد قديه نعطيه بيعطينا فريما اكثر واكثر واكثر بالحياه، بكفي طلته قدامنا. مارلان سلهب شكرا كثير لك. بدي اذكر كافه المشاهدين باخر هذا اللقاء قبل ما نكون بلقاء مسجل مع فقره عوافي اللي بتنطروها كل نهار سبت بهيدا الوقت، تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل مارلان سلهب. واكيد مش بس هيدا الحلقه، حلقات سابقه كثير تناولنا فيها مواضيع كمان بتهمكم، ومارلان دائما جاهزه لتجاوب على كافه اسئلتكم. اهلا وسهلا فيك دائما مارلان، دائما بحب اختم لقاءاتي معك هيك ختامها بكون مسك عن جد بالفعل مش بس بالحكي. فاصل قصير مشاهدينا، انا رح ودعكم من هلا لوقت ما اشوفكم نهار التنين. بليز خلوا البسمه على وجوهكم، اسمعوا موسيقى، روحوا بمشاوير بالطبيعه، تنفسوا، الطقس كثير حلو لحتى هيك نكون عم نشم هوا نظيف. بعدوا حالكم عن الاشياء السلبيه، واهم شيء تكونوا عم بتحيطوا حالكم بالاشياء اللي بتحبوها وبالناس اللي بتحبوها رغم كل شيء. بشوفكم التنين وباي.